وعلى الأجواء التي تجري فيها امتحانات البكالوريا بالأقاليم الجنوبية للمملكة، نبقى مع تصريحات جيدة الليبك مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب التي استقاها من مدينة الداخلة صباح اليوم. موفد من أن تي في إدريس بصرحة. الحمد لله هذا انطلق الامتحان الحمد لله في احسن في ظروف حسنه وجيده، نظرا لان الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين اتخذت جميع الاجراءات والاحتياطات لكي تمر هذه الامتحانات في اجواء حسنه، وكذلك وخاصه لضمان الشفافيه والموضوعيه والاستحقاق في هذه الشهاده طبعا المصيريه بالنسبه للتلميذات والتلاميذ ديالنا. حنا في الاكاديميه عندنا 10 ديال المراكز، منهم واحد المركز في السجن المحلي في طورطة. عدد المترشحين عندنا 2716، منهم 45.5% أحرار، منهم 14% من التعليم الخصوصي تقريبا. بالنسبة للرسميين كيمثلوا الإناث 55% من المجموع، وبالنسبة للأحرار كيمثلوا 50% من المجموع. إذا وطبعا بالنسبة للأحرار كنلاحظوا بأن ارتفعت النسبة ديالهم على الصعيد الوطني تقريبا 8%، يا غير حنا في الأكاديمية لم تتعدى نسبة التزايد ديالهم 3%.